أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 238,114 فحصا جديد لفيروس كوفيد 19، كشف عن 1542 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 651,762 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1519 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 629,809 حالات. هذا وتم الكشف عن وفاة 4 أشخاص، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1870 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 34,536 جرعة جديدة من لقاح كوفيد 19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,968,660 جرعة.